عادت قاعة المسرح في جامعة الموصل تعج بالفعاليات الفنية بعد سنين من التوقف نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها خلال العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في المدينة. أكبر مسرح في العراق في جامعة الموصل، هذا المسرح الذي يتسع لأكثر من 1500 شخص ويضم كل التقنيات الإلكترونية والصوتية والكهربائية، أحدث هذه التقنيات. هذا المسرح اليوم ينتصب في وسط حرم جامعة الموصل. قاعة المسرح أعيد بناؤها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نتيجة إهمال الحكومة لعمليات إعادة الإعمار بجوار المركز الطلابي والمكتبة المركزية للجامعة، وهي أكبر قاعة مسرح في نينوى حيث تتسع لما يقارب 1000 شخص. تمويل من منظمة UNDP تم على بركة الله افتتاح مسرح الجامعة الكبير. هذا الصرح المعماري المهم حقيقة داخل جامعة الموصل أهميته لا تقتصر على طلبة جامعة الموصل، وإنما تتعدى إلى محافظة نينوى وللعراق عامة. ويرى محبو المسرح وزائروه أنه سيكون مكانا يجمع الفنانين من جديد لنشر الثقافة والمعرفة والترفيه بعد سنوات من التشتت. العروض ما كانت موجودة هنا، يعني كل من تدري كانت الدعم قليل، فالممثلين أو الفنانين كانوا خارج الجامعة أو بغير مكان، يعني مكان غير لايق كان بهم. أما حاليا وراء إعادة إعمارها شيء أكيد، يعني الفنانين متواجدين بها وشيء مهم بالنسبة للفنانين. وتشمل الميزات الرئيسة لقاعة المسرح أحدث المعدات الفنية للإسقاط الرقمي ونظام الصوت المحيطي وألواح الجدران المثقبة لتحسين ذبذبات الصوت والمقاعد المرقبة.